وسؤال ده في باب كبير من أبواب العقيدة وباب كبير من أبواب يعني الأبواب التي يحتاج إليها المسلم والمؤمن إلى معرفتها وبعد ذلك العمل بمقتضاها، وهو باب التبرك. باب التبرك العلماء قالوا البركة المقصود بها الزيادة، البركة الزيادة، ولك الشدة فيه بركة يعني فيه زيادة. البركة مرات بتكون في المكان، وأنا بديك الدليل على أي كلام أقوله إن شاء الله. البركة مرات بتكون في المكان، ومرات بتكون في الزمان، ومرات بتكون في الأشياء. الأشياء دي بيدخل فيها حتى الإنسان فيه بركة أحيانا. بتكون البركة في المكان زي البيت الحرام، فيه بركة ولا ما فيه بركة؟ فيه بركة. هذه تصليت هنا الظهر وصليت في الكعبة الظهر، الأجر أكثر يا تو مجا الكعبة، يبقى في زيادة ولا ما في زيادة؟ في زيادة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مسجد الحرام فيه بركة، والمسجد الأقصى فيه بركة، إلى آخره. دي بركة. وفي بركة في الزمان، في بركة في شنو؟ الزمان. آسي زول قام الليل، الليلة دي واحد تاني قام الليل في العشر الأواخر من رمضان، والليلة اللي قام فيها دي طلعت ليلة القدر، الأجر أعظم يا تو تاع ليلة القدر، صح ولا ما صح؟ أيوه. الدليل سورة الدخان، قال تعالى عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مباركة فيها بركة فيها زيادة. عشان كذي الليلة ديك الليلة، ليلة واحدة بس، الله قال فيها سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. دي الزيادة ذات دي البركة. فدي بركة في المكان وبركة في الزمان. في بركة في الأشياء، في الأشياء زي المطر. هسي في الزراعة موية المطر والمويه المرقوها المويه العاديه الاحسن ياتي مش مويه المطر. ونزلنا من السماء ماء مباركا، مباركا مويه فيها بركه. وفي بركه في الاشخاص، وده السؤال بتاع الشيخ، اي نبي من الانبياء ده فيه بركه؟ دي تاخذها قاعده، اي نبي من الانبياء فيه بركه؟ قال عيسى عليه السلام عن نفسه فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وش مبارك؟ مباركا أينما كنت في بركة. والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام وعن إسحاق، قالوا وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالأنبياء فيهم بركة. يوسف عليه السلام فيه بركة، عشان كي لما شال التوب وقال له قال له نودوا لي إلى أبي إلى آخره، فرب العزة والجلال قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد شنو؟ بصيرا. فيه بركة لأنه نبي من الأنبياء. طيب غير الأنبياء فيهم بركة ولا ما فيهم بركة؟ الصالح فيه بركة. الدليل هذه بعض بركتكم يا آل أبي بكر، ده في صحيح البخاري كتاب التيمم. طيب الفرق بين بركة نحن نستفيد الفرق شنو بين بركة الأنبياء وبركة الصالحين؟ أيوة الفرق، الفرق قالوا بركة الأنبياء النبي من الأنبياء في شخص ذاته بتتبرك به، ممكن يعني نبي من الأنبياء بزغ بزاغ ده فيه شنو؟ بركة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بزاغ ذاته فيه بركة صلى الله عليه وسلم، لكن الصالح بزاغه ما بتتبرك به ولا بتشيل جسمه تتبرك به ولا تشرب وضوء. هاي جزاك الله خير. ولأن النبي الله قال عنه هاي
مع عمنا ده برضو انا متكيف منه جزاه الله، وعمنا ده مسخن برضو جزاه الله خير. قال انا فتحنا لك فتحا مبينا، شوف الايه دي والايه اللي بعدها سوره الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ده ابسط شيء، رسول مغفور له صلى الله عليه وسلم وفيه بركه. انت بتوضى ومغفور له، مويته دي شلتها اتمسحتها بها وشربتها، شلتها شربتها تشربها بمزاج وتقرطعها، ما بزول بيسالك ده من الرسول عليه الصلاه والسلام، صح ولا ما صح؟ ده في حياته احنا ما لاقينا. طيب الصالح ده عنده ذنوب ولا ما عنده ذنوب ولا معصوم؟ عنده ذنوب. كل بني ادم شنو؟ خطاء. الصالح ده لما يتوضا الوضوء بمرق شنو؟ ذنوب. وانت بتتلقى في شنو؟ ودي فيها بركه. الكلام ده مش واضح يا جماعه، فالموضوع ده ما واضح، فلذلك انت مع الصالح العلماء قالوا ما بتتبرك به الصالح، البركه بالانبياء في حياته، اما بعد وفاته ما شالوا من قبور تراب يتبركوا به، ما شالوا. لكن في حياته رسول بذغ في علي بن ابي طالب رضي الله عنه، تفل فيه، يعني قلنا بالدارج لكن هو تفل فيه، نفث فيه وكان به رمد فشفاه الله. طوالي اسدين بذغ فيك ما بجيب لك رمد؟ مش هو ده بجيب لك المصيبه ذاته؟ انا ما قصدي اي، لكن قصدي الجماعه والموضوع الناس دي احنا عشان كده العلماء فصلوا يا جماعه، عشان انت الموضوع تعرفوا بدليله، العلماء فصلوا قالوا في الاحاديث في النصوص ثبتت البركه للرسول عليه الصلاه والسلام، وثبتت البركه لابي بكر ولال ابي بكر، والصحابه ما ثبتت البركه، الصحابه اتبركوا بالرسول عليه الصلاه والسلام بيتفالوا، لكن ما تبركوا بيتفال ابي بكر. عشان كده ابن باز قال ده دليل على ان الصالحين لا يتبرك بهم لا بتفالهم ولا باجسادهم، لان البركه ثبتت لابي بكر وما في صحابي واحد يتبرك به. عشان كده يفرقوا، الانبياء فيهم بركه، الصالح فيه بركه، ما انكرنا عنده بركه. الان نبي تتبرك به بتفاله زي هنا القى القميص ما في اشكال، لكن الصالح شنو؟ وده الدليل على الكلام دي المسألة. تفضل، احنا فصلنا وذكرنا هذه النموذج، هي جزاكم الله خير. تفضل، هي اسأل ثاني. لهم البشرى في الحياة الدنيا. نعم. تفسير الآية دي، أنت دائما قاعد تسألني أسئلة ظريفة، وأنا متكيف أنك بتحضر الخطبة كلها، وتحضر التعقيب. هاي الأمور ماشية تمام، المكنة إن شاء الله تمام، البودي برضه بالقلة صنفر الأمور بتوضع. لهم البشرى، الآية دي الآية 60 61 62 63 من سورة يونس، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله إلى آخر الآية. ابن كثير قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما خلفوا، أي من الأموال والأولاد، زي قبل التفسير ده. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. دار تعرف الولي؟ الذين دي ما اسم موصول في اللغة، الأولياء ديل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين، الأولياء ديل ياتونهم الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. الزول المؤمن ده ولي لله واتقي الله. في سورة البقرة الله ولي الذين شنو؟ آمنوا. وفي سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فأول شيء قبل ما نجي لهم البشرى تفسيره بذكر لك هسه كلام العلماء فيها إن شاء الله، لكن قبل ما نجي له دي، الولد ذاته هو الزول المؤمن تقي، زول مؤمن موحد عقيدته صحيح إيمانه نظيف، مش يقول لك أنا ولي ويقول لك ناديني في الشدائد
يعني جدي ما فكي ممكن يكون ولي. أي واجد جزاك الله خير. جدك قد يكون ما فكي ما ولي. ما هو بقولوا كذي فكي. جدك ما ولي. وانت تكون شنو؟ ولي. إبراهيم عليه السلام أبوه كان شنو؟ ما كان نبي صح ولا ما صح؟ وهو بقى نبي. ونوح عليه السلام ولده ما كان مسلم. ونوح شنو؟ نبي عديم ورسول. فلذلك المسألة ما مسألة نسب، المسألة مسألة تزاتك في شخصك. طيب المؤمن ده الموحد عقيدته صحيحة زي ما قبل فصلنا، لا بنادي شيخ، لا بقول نادوني، لا بيدعي علم الغيب، لا بقول فلان بيعلم الغيب، لا بيمشي لزول يقول لين رايح وين، ولا بيحلف بالشيخ، ولا بيحلف بغير الله، ولا كذا، ولا بعلق حجاب. الزول المؤمن موحد. واثنين يكون تقي. تقي افعل الطاعة واجتنب المعصية النهي. ده الزول الولي يا جماعة. أسي انت بتبقى ولي، انت قال الجماعة يقعدوك وبخور ووك فكيبها بلي وسبحة. ما الولي ده تكون مؤمن شنطه شغال زبال. اي تكون زي ما قال لك تكون عتاري في السوق. نعم عتاري وتكون ولي لله تعالى. في مانع؟ ما في مانع. ما الا تسوي له غرفة وعلم والجماعة يجوا ونادى. ده ما صح، ده ما صح في الدين. فانت تكون مؤمن وتقي شغال في سوقك ده بنص القرآن، انت ولي لله تعالى. طيب لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة دي ما أخليها، دي ما بخشوا الجنة، دي ما معروفة والله بيرحمهم. لكن لهم البشرى في الحياة الدنيا دي. العلماء قالوا البشرى للولي في الدنيا دي، ده بترجع تفسير ابن كثير وترجع تفسير السعدي، وخاصة في تفسير ابن كثير ذكر كم مسألة من البشرى. قال من البشرى الثناء الحسن، يعني من البشرى. البشرى دي ما مش يطير ولا يمش في الموية، ولا البشرى دي يقول بدي الجنة ولا كذا وكذا، دي ما كذا يعني يقول أنا بدي الجنة، دي ما من البشرى، ده ضد الدين. لكن البشرى قال واحد، ترجع تفسير ابن كثير، قال الثناء الحسن، يعني الناس يشوفوه يثنوا عليه، يقولوا والله الزول ما شاء الله، الله ما اشوفه برتاح له. قال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مودة في قلوب المؤمنين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوا الصحابي او الصحابة سألوا قال له الرجل منا يا رسول الله يعمل العمل فيثني عليه الناس خيرا فيفرح بهذا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. بشرى دي الناس تسمع على خير، يقول والله الزول ده نحسبه في خير. واحد. اثنين من البشرى العلماء قالوا زي ما في تفسير من كثير، وارجع لكلام ده ذكر فيها تفاسير من نادي، قالوا ومن البشرى الرؤيا الصالحه يراها او ترى له. يا هو يشوف له رؤيا صالحه في الدنيا، ده ليه؟ دي بشرى له كولي. نام وشاف نفسه دخل الجنة أو داخل الجنة أو الله غفر له أو مات على حسن الخاتم، بشرى. ولا كمان شنو؟ وما رأى لكن في غيره رأى له الرؤية. فدي البشرى الحسنة في التفسير، وأرجع على التفسير وتلقى الكلام. مش معناه إنه شنو؟ يدي جنة ويعرف الرايحة وكذا، ما من البشرى. نحن نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم. والشيخ ده طالب ناسي، لقدر ما نجي هنا عنده فرص إن شاء الله. جزاكم الله.